لا اقول اي شيء. بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اوكي خلاص اتفقنا على كده، يلا نخش. يقول الشاعر: بلجيكا ومشيت ارى كندا، وبلجيكا ومشيت ارى كندا. ألف مبروك فوز المغرب اليوم، تصدرهم لمجموعتهم ضد مين؟ ضد وصيف العالم كرواتيا وصاحب المركز الثالث بلجيكا. الحين ما راح نتكلم عن تحليل ولا اي حاجه، سيبوا التحليل في حاله خليه يروح. شفتوا الاداء اليوم؟ سيبوا الروح، كل الدول العربيه لما تلعب كوره يكون عندها روح. المغرب تلعب مو بس مباراه اليوم، كل مباريات كانها لي عندها خبره في كاس العالم، وكانها فايزه بكاس العالم من قبل ومتعوده. السبب للشيء هذا لانه اغلب لعيبتهم يلعبوا في اوروبا، فلعبوا مباريات صعبه، حسوا بالضغوط مو زي اللعيبه الثانيين. بردة أعصاب حكيم زياش كيف؟ أعرف إنه تقول المرمى كان فاضي وعادي يسجلها أي واحد، بس أي في كأس عالم أنت تكون مضغوط، بس حكيم زياش عنده الخبرة إنه بالراحة كذا يحطها. وأحبك يا حارس لما تغلط الأغلاط هذه وكثر منها. لا هم طلعوا خلاص. إذا حكيم زياش يكون سجل أسرع هدف عربي في كأس العالم، وأدري طفشتكم فيه، بس سفيان مرابط يا جماعة أقسم بالله، أنا زي ما قلت لكم أول مشتري الوسط. انا يعجبني اللاعب كذا اللي يتحكى في وسط الملعب كذا، يقول هذا مكاني انا، ما حد ياخذه مني، هذا مرابط اللي قاعد يسوي. ياسين دخل عليك هدف واحد ومو من غلطك، بس يا حبيب الله يخليك لا تعيد الحركه اللي سويتها في اخر المباراه، لانه قلبي طاح، لا تسويها ثانيه الله يخليك. وانا اغمى عليه 3 ثواني ورجعت. ومبروك علينا، هذه البدايه، ما زال ما زال.